بسم الله، بسم الله والحمد لله. الآن إن شاء الله تعالى سنقف عند حضرة بعض آيات من سورة آل عمران عليهم السلام. نبدأ بآية 99. دائما ربنا يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يتقن مهمته الأخيرة بالنسبة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. قل يا أهل الكتاب، هما أصل الدين كله، يعني ربما البعض منهم أخطر من الكفار، لأن يعني مقصود من هذا الثنائي الكوبل، أنا كوبل إنفرنال بتاع الجحيم، الدنيا والآخرة، مستحيل باش يخليوا إنسان ري، لا مجموعة ولا فرد ولا جنس ولا عهد من عهود الزمن. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، دائما عندهم طرق شيطانية، طرق مالية، طرق جنسية، طرق سلطانية، تلقى دائما للصد عن سبيل الله. هاي جا اقعد هنا بأمرنا، انت تعمل راح نجازيوك ونأيدوك اون فو سوتيان بور فير face à l'expansion de l'islam. Naoud, inshallah ta'ala.